عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. الاصدقاء العائله الاحباب، نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على ما يرام. فيديو جديد، نهار جديد لي مخوتي خواتاتي. جيتكم بواحد لا فيديو اللي زوين، اللي رانتوما عارفين دابا الصيف، الحراره، الشمس اللي هي حاره، ضروري ان الوجه ديالنا، اليد ديالنا، العنق ديالنا، يعني كي كحال كنشدوا اللوز، كنشدوا اللون عفوا، كانت برونزا، يعني ما تعجبناش الحال، كنبغيو اللون دائما نكونوا هكا ناضرات حاضرات، كنبغيو يكون لون زويون، لون مفتوح، كنبغيو الوجه ديالنا ما يكونش لينا مضبوغ. اليوم اخوتي خواتاتي جيتكم بواحد الوصفه رائعه، اللي صراحه دائما كيف ما عوضتكم اختكم حنان الحنونه، بالنسبه للمكونات كيكونوا جد بسيطين، مي النتيجه كتكون زوينه ومضمونه 100% بمكونات اللي هما كلهم فوائد، كلهم كيكونوا ولا بد انهم غادي يعطوك ان شاء الله النتيجه. كيف ما قلت لكم وصفه اللي هي زوينه، ديريها غسيل ايد ديالك، ديريها للوجه ديالك، ديريها العنق ديالك، اللي ان شاء الله غادي تشوفي عليها النتيجه اللي غادي تعجبك ديال بصح. بالخصوص رانتوما عارفين دابا الصيف وحنا مقبلين ان شاء الله على العيد، يعني ولا بد اننا سنبغيو نديوها في حالتنا، نبغيو ضروري ما نديرو وصفات اللي نبانو هكذا دايرين، اللي نبانو اختي شميعه، علاش لا، البان وجه ديالنا متفتح، يبان وجهنا نوار، الايديات ديالنا حتى هما يبانو هكايا زوينين، رطيطبين، بيضين كيف ما دائما كنقول لكم، يعني هكا انا دائما كنفكر فيكم وكنجيب لكم كيف ما قلت لكم وصفات اللي كيكونوا زوينين. دائما كنقول لك اختي الا ما عندكش هذه الحاجه ديري هذه الحاجه، وصفات اللي شوفوا الوصفات اللي كنعطيكم راه انا دائما تنجربهم، دائما كنديرهم، ولا وصفه انها شت بانها دارت لي شي نتيجه خيبه، الا هكا نيشان غادي نجي نقول لكم هذيك الوصفه اختي حبسيها ما ديريهاش، لكن الوصفات اللي كنديرهم ما ترجعوا لي على وجهي، على ايدياتي، على الجسم ديالي، يعني كيكونوا ولا بد انهم كيعطيونا نتيجه اللي زوينه. اهم حاجه من هذا الشيء كامل كنبغيكم انكم الوصفات كتبعيها، ما ديريهاش مره وجوج وتقولي صافي ما بانش ليا النتيجه، واخا تقدر تبان لك واحد شويه او واحد بسيط امل، ولكن تبع نهار على نهار ان شاء الله مع المداومه غادي تشوفي النتيجه اللي غادي ترضي. لان بالنسبه المواد الطبيعيه او المنتوجات اللي هما كيكونوا هكا طبيعيين راه اختي ما يمكنش ان تعطيك النتيجه من اول مره 100%، يعني ضروري ولا بد انك غادي تبان لك واحد بسيط الامل، تبان لك بان وافقت البشره ديالك انها جات معك، ولكن وبدي او ديري واحد المده انك تتبعي الوصفه ان شاء الله، وغادي تشوفي النتيجه اللي غادي ترضيك ان شاء الله. ما نطولش عليكم، كيف ما قلت لكم الوصفه هذه اللي زوينه 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 بالنسبه اختي لايدياتك، بالنسبه للوجهيه ديالك، بالنسبه للعنق ديالك، يعني كتتفتح البشره، كتحيد لنا التصبغات، كتبيض لنا بشرتنا، هكا تيبان هذاك الوجه اللي كيولي كيبان لامع، وكيبان وجه اللي لابو ديالنا كتولي تبان زويونه، الايديات ديالنا كيرطابو وكيبياضو، وهذا هو المضمون. كيف ما قلت لكم بالنسبه للمكونات اللي هما ساهلين ماهلين، ولكن المكونات كيكونوا زوينين ومضمونين 100%. مايزينا اخوتي راه نتوما عارفين الدور ديال مايزينا، ومايزينا زوينه 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 ديال بصح، يعني بالنسبه للتبييض راه رائعه ما شاء الله. غادي نستعمل مايزينا، كذلك الحليب نيدو، راه نتوما عارفين نيدو حتى هويا راه هو رائع 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 بزاف بالنسبه للبشره ديالنا، وكذلك واحد ياغورت طبيعي او الزبادي كيف ما كيقولوا الناس ديال الناس ديال الدول العربيه، عندهم تيقولوا الزبادي، بالنسبه لنا حنا كنقولوا ياغورت طبيعي. هادو هما المكونات اللي بساطين ساهلين ماهلين اختي، ما غاديش تكلفي على راسك، ولا بد هادو غادي يكونوا متوفرين عندنا في الدار. هادو هما المكونات، طريقه الاستعمال سهله ماهله، غادي نيشان غادي نديرها معكم وغادي نطبقها على اليديات ديالي، وغادي ان شاء الله تشوفوا النتيجه اللي باذن الله غادي تعجبكم وغادي ترضيكم. كيف ما كتشوفوا غادي نشد واحد الاناء بحال هكذا، وغادي ندير فيه واحد المعلقه ديال مايزينا، انا هنا خديت معلقه كبيره، نحاول ندير معلقه اللي هي مويان، وغادي نزيد واحد المعلقه قياس نفس القياس اللي غادي ندير فيه في المايزينا هو اللي غادي ندير في
هاد الحليب بودغ صافي. هادو هما جوج المكونات اللي كندير، وغادي نزيد عليهم ياغورت اللي هو يا طبيعي او الزبادي كيف ما قلت لكم. غادي نزيد واحد المعلقه وغادي انحر او غادي نخلط كيف ما كتشوفوا بحال هكذا. الا كنتي غديري الوجه ديالك وغديري العنق ديالك واليدياتك، حاولي الدوبلي المقادير. الا كنتي غديري عين اليدياتك يكفي معلقه معلقه صافي. هادشي هو اللي كاين. دابا غادي نديرها معاكم بالنسبه لليديات ديالي. صافي كيف ما كتشوفوا هذا كتولي على هذا الشكل. دابا غادي نطبقها للايديات صافي. كيف ما كتشوفوا هذا هو الماسك ديالنا او ديال او الخليط ديالي. دابا غادي نشد غادي نطبق على الايديات ديالي. صافي كنبقى هكايا نطبق على ايدياتي ونخلي ان شاء الله تينشف ليا، وديك الساعة نمصيهم ونغسلهم عادي. صافي نطبق على ايدي الاخرى. راهم كيبيض صراحة وترطب الايديات، وحنا محتاجين اخواتاتي محتاجين ايدياتنا يرطبوا، محتاجينهم يبيضوا. صافي بحال هكذا. دابا غادي نخلي تينشف ليا، وهذيك الساعه غادي ندير واحد المساج ليهم. كيف ما كتشوفوا صافي دابا هكا غادي يبقى ليا ان شاء الله تيكرم، ومن بعد ملي نمصيهم ونرجع نكمل معاكم. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا راني نشف ليا. صافي غادي ندير واحد المساج هكا، نمصي ايدياتي عادي صافي ونغسلهم. وديك الساعه اي كريم اللي انا كنديرو غادي ان شاء الله نديرو هكا. ملي كندوق هكا تنمصيو فيهم كنحس بواحد الرطوبيه ما شاء الله. صافي هادشي هو اللي كاين. ماسك لي هو زوين ساهل ماهل، والنتيجه اللي مضمونه. شوفوا اخوتي كيشرب دوك الزبادي او داك الياغورت مع مايزينا مع الحليب كما كتشوفوا. صافي هكذا غادي نغسلهم ان شاء الله ونرجع تشوفوا النتيجه باذن الله. كيف ما كتشوفوا من بعد ما غسلتهم صراحه شوفوا ما شاء الله رطيطبين بيضين، يعني كتبان النتيجة. مي هي كتبغيت ضروري من الدوام هكا نديروهم الايدياتنا لوجهنا العنق ديالنا. ان شاء الله غادي تشوفوا النتيجة اللي بإذن الله غادي تعجبكم، وغادي الوصفة دائما ان شاء الله غادي تبقاو ديروها بالخصوص دابا في الصيف. راه نتوما عارفين الحراره اللي كتكون بزاف، يعني ضروري ما يحتاجوا وصفات، ودابا ما تنعكزوش عليهم. ومناسبه العيد ان شاء الله ما يجي فين يوصل العيد حتى اننا ما يبقى فينا لا تصبغات لا الكحوليات واللي الرطوبيه هكا، ما بقاوش لنا ايديناتنا خشينين يعني هكا يا حرشين يوليو رطيطبين ما شاء الله. ايوا هادشي هو اللي كاين. دائما كنفكر فيكم ودائما كنحاول دائما نجيب لكم الحوايج اللي هما كتكون ساهله ماهله والنتيجه مضمونه الا وصلتوا حتى هنا خوتي خواتاتي.
ونسيتوا ما عملتوش البصمه، ديروها هي فضلا منكم وليس امرا، للتشجيع والبارطاج مع الحباب، هكا باش تعم الفائده ان شاء الله. كيف ما قلت لكم انا دائما كنجيب لكم وصفات اللي سهله ماهله في المتناول ان شاء الله، اللي تعطيكم نتيجه اللي زوينه وما تكلفيش على راسك، هذه اهم حاجه. ودائما كنفكر فيكم، والعيد هذا والعواشر ان شاء الله والصيف والخرجات، وهذا ضروري ما تبغي تكوني هكذا دايره نواره شمعه ما شاء الله. دائما ان شاء الله طبقوا الوصفات ديالي وغادي ان شاء الله تشوفوا النتيجه اللي غادي تعجبكم باذن الله. تالي هنا خوتي خواتاتي غادي نقول لكم مع السلامه، تالفيديو الجاي ان شاء الله.